تتقن العربية قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن يعني هذا أعظم ما يجعلك من الفصاحة والبلاغة وإتقان اللغة بمكان. يعني هو في رجل كان من العوام، الخطيب لم يأتي، فرجل قالوا له ما الخطيب لم يأتي فاسعفنا، فخرج طلع الرجل يقول أنا مش خطيب ماذا أفعل، فكان يعلم من حديث سمع حديث في درس أن المرأة ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فقرأ الرجل سورة قاف ونزل وأقام الصلاة وصلى، الناس اكتظت عليه وقالوا كيف كنت يعني مخفيا بيننا، أنت أبلغ الناس وأفصح الناس، هذه اللغة من أين أتيت بها؟ دي معناه أنهم لم يقرأوا القرآن ولم يسمعوه. لكن المقصد الذي أريده أنه من أراد الفصاحة أو البيان فعليه بالقرآن، كثرة ملازمة القرآن يعني هو إتقان للغة. وطبعا لابد من سماع بعض أشرطة أهل العلم التخصص والتعلم منهم في مبادئ وأصول اللغة. الأستاذ عبد المنعم.